متشرف طبعا ان انا فريق الرواد بالنادي الاهلي، وحابب ابارك طبعا للفريق الاول بالنادي الاهلي رجال وسيدات، لان هم الاسبوع ده قدروا ان هم يكسبوا البطوله المجمعه الاولى بمدينه الاسماعيليه في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز البطوله المجمعه الاولى، الدوري الممتاز لتنس الطاوله بيبقى بطولتين مجمعتين. أوكي. اللي يكسب بطولتين ياخد اللقب الدوري. فالحمد لله النادي الاهلي على مستوى الرجال طبعا الكابتن عمرو رضا مع طبعا رئيس الجهاز الكابتن اشرف فتاح والكابتن اشرف صبحي قدروا فريق الرجال يكسب كل المباريات، كل المباريات وحتى مباراه القمه قدام الزمالك 3-0 اعتقد، يعني في زمن كويس بنتكلم مثلا تلت ساعه او نص ساعه. ده وان سايد جيم يعني. لا وان سايد جيم تماما تمام، يعني النادي الاهلي بصراحه في ماتش القمه كان ممتاز جدا، يعني لحد ما المباراه اللي رخمت معانا شويه كانت مباراه نادي انبي. نادي انبي عنده لاعبين مميزين طبعا، الكابتن احمد نديم كان ممتاز، لعيب ممتاز جدا جدا جدا. على مستوى السيدات طبعا برضو احب ابارك للكابتن عادل شومن والكابتن احمد عياد طبعا. في السيدات برضو طبعا في نجوم كبار طبعا، هنا جوده طبعا نجمتنا طبعاً الكبيره، وبرضو نادي الاهلي كسب 3-0. انا طبعا حابب عن من خلال البرنامج ومن خلال الفقط، عارف طبعا قناه النادي الاهلي بركت خلال الاسبوع ده كتير، بس انا طبعا عشان انا عضو فريق الرواد فبحب احب ابارك بصراحه ناشئ جميل جدا كنت انا متراهن معاه في الفرقه النهارده، يوسف الجمال جبال للنادي الاهلي، وكان عندي رهان معاه الاسبوع اللي فات، النهارده هو كسب الرهان وكسبني في البيست وكسبنا 4-2، فحابب برضه ابارك له على الهوا. حلو طبعا الالعاب الفرديه طبعا لازم تاخد حقها كل الالعاب على مستوى النادي الاهلي، الحمد لله في بطولات وفي الخير ان شاء الله، يعني دوت روح الانتصارات على جميع المستويات على جميع اللعبات بيدي انتعاشه، بيدي فرحه للجماهير جدا كابتن هاني. وعايز اقول لك انا كابتن هاني بصراحه بعيد عن الكوره يعني طبعا الكوره ليها زخمها وليها، واحنا كلنا بنحب الكوره، حتى ابطال الالعاب الفرديه بيحبوا الكوره، كلنا بنحب الكوره، لكن بصراحه لازم الجمهور يعرف ان الرياضيين في الالعاب الاخرى بيتعبوا. يعني مثلا انا مبسوط جدا جدا بالزخم اللي معمول على الباسكت في الفترة الأخيرة طبعاً. فريق الباسكت ولعبة كرة السلة بقت محبوبة جدا عند الكثيرين من محبي الكورة، وبقينا بنشوف دلوقتي الناس حتى بتتكلم في التاكتكس للباسكت وحافظين أسامي اللعيبة ومتابعين بشكل جيد جدا. وطبعا ببارك للنادي الأهلي الفوز الاعتباري اللي احنا خدناه، طبعا فوز على استحقاق طبعا بقرار من اتحاد كره السله اللي ادانا الماتش الاخير ماتش القمه 20-0، طبعا قرار عادل لا يختلف عليه اي سنين، بيتكلموا صحيح. بمنطق اللي صحيح. يتكلم بمنطق هيتفق، اللي بيتكلم غير منطق هيقعد يقول اللي هو عايزه. فانا حابب ان انا دايما الناس لازم يبقوا متابعين الابطال دول بيتحبوا. وبصراحه كمان يا كريم يعني اداره القناه هنا تشكر جدا كمان طب. على بننقل المباريات مش السله بس، بننقل كمان مباريات كره الطايره كره اليد للسيدات. فده بيقرب كمان جمهورنا من الفرق ديت اللي يمكن في فترات سابقه من عشرات السنين يعني صحيح. كان صحيح. الناس ما بتعرفش عنها حاجه، ويمكن خبر صغير ينزل في جورنان، لكن ليهم حق علينا لانهم كمان بيتعبوا جدا جدا في التدريبات. لازم الناس تعرف كمان الالعاب الفرديه التطور فيها اصعب من الالعاب الجماعيه. اللعبه الفرديه انت يعني عشان مثلا لاعب السباحه عشان يطور زمنه مثلا، بنقول مثلا حد بيقطع ال 50 متر في 25 ثانيه، فهو عشان يطور زمنه يقطع ال 50 متر بدل 25 ثانية يقطعهم في 23 ثانية أو في 24 ثانية، ده محتاج تدريب ومحتاج جهد محدش يتخيله عشان بس يعمل فرق الثانيتين دول. فطبعا أنا عشان أنا يعني من أسرة تنس الطاولة فألف مبروك لي، وأنا ببارك لك كمان مبروك وإن شاء الله المباركة كمان تيجي إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله بعد مباراة النادي الأهلي اللي هيقابل فريق المريخ. طبعا كنا في الإنترو يمكن خلال حديثنا الأيام اللي فاتت على فريق المريخ إن الفريق يعني على مستوى دوري المجموعات نتائج متواضعه جدا، لكن مش هي دي المسطره اللي نقيس عليها فريق المريخ. اكيد انت شايف نقيس ازاي فريق المريخ؟